حول هذا الموضوع معنا عبر الساتلايت من الرياض المحلل السياسي أحمد الركبان. بعد التحية سيد أحمد، طبعا ما هي قراءتك اليوم حول أهمية إنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة البحرين. يجب أولا أن نعود للذاكرة عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين منذ أن كان الشيخ عيسى رحمه الله ملكا على البلاد أو أميرا على البلاد في ذلك الوقت، حتى عمق العلاقة الاستراتيجية مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ومن ثم الملك عبد الله رحمه الله وحاليا الملك سلمان مع أخيه الملك حمد بن عيسى. أعتقد أن هذه العلاقة الاستراتيجية تولد مثل هذه الاتفاقيات، وليس بغريب أن تكون هذه الاتفاقية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، باعتبار أيضا العمق الاستراتيجي بين الشعبين الكريمين الشعب البحرين والشعب المملكة السعودية، وكذلك أيضا شعور الروحانية بين الإخوة في البحرين والإخوة في المملكة السعودية. نعم. أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية تترجم هذه العلاقة القوية بين المملكة وبين البحرين الشقيق. الاتفاقية الحقيقة التي وقعت أمس بين معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية وأيضا أخيه معالي الشيخ خالد آل خليفة بالأمس، وقعت حقيقة أوراق من أجل تحقيقها على أرض الواقع، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك أيضا الاستثمارية والمجالات العسكرية والأمنية والتنموية. نعتقد أن كما ذكرت في التقرير قبل قليل أن 60% من صادرات البحرين تأتي للمملكة السعودية، وهي منتجات يرحب فيها من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل الحقيقة المستهلكين في المملكة، كذلك أيضا 40% من المنتجات السعودية ترحل إلى البحرين، وهناك الحقيقة توافق فكري واجتماعي حول هذه المنتجات وأيضا حاجة ملحة لأن تكون بين الشعبين الشقيقين. أعتقد أيضا حتى الملك حمد حفظه الله عندما استقبل أخيه الدكتور إبراهيم العساف باعتبار أن هذا الوزير هو طبعا يمثل خادم الحرمين الشريفين ويمثل شعب المملكة السعودية، وأنا أعتقد أن هذه الاتفاقية تزيد من رحابة الاتفاق بين المملكة وبين البحرين. المملكة والبحرين شعب واحد، مصير واحد كما قالوها الشعوب السعودية وكذلك أيضا البحرين. نعم. ما أهمية إنشاء مثل هذا المجلس والتوقيع على هذا المحضر خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة اليوم؟ صحيح، المجلس طبعا هو ينفذ الاتفاقية على أرض الواقع، يتابعها من قبل الوزارات المعنية ومن قبل أيضا الهيئات الأخرى. نعتقد المجلس ضروري جدا أن تكون هناك متابعة شبه يومية لتنفيذ هذه أو تنفيذ آلية الاتفاقية، وكذلك أيضا لتطوير المجالات الحقيقة من ضمنها أيضا المجال الإعلامي والمجال التعليمي وغيره. المجلس بالمناسبة هو طبعا ينظم ويسرع في عملية التنفيذ أعتقد أيضا هناك جسر اسمه جسر الملك حمد بن خليفة يمتد من البحرين إلى الدمام، هذا أيضا من ضمن متابعة المجلس التنسيقي. كل هذه الحقيقة معطيات تعطينا مؤشر كبير إلى أن العلاقة السعودية البحرينية ممتدة وقوية وجذورها صلبة، وعلى أساس ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختل هذه العلاقة سواء كان بين الشعبين الكريمين أو بين الحكومتين السعودية وكذلك البحرينية. الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد وكذلك أيضا نظيره الملك حمد بن خليفة وكذلك أيضا ولي العهد ورئيس الوزراء في البحرين، كلهم الحقيقة متفقون جميعا على أن هذه العلاقة لا تقتصر فقط على المجالات، وإنما تقتصر أيضا على المجالات الأخوية والتأصيل بين الأسر السعودية البحرينية. من الرياض المحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك.